ومن أخيرة الجريدة نطالع زاوية صباحكم خير للكاتبة ناهد قرناس والموسومة بوداع عن السودان. تشير قرناس إلى أنها قرأت خلال الأيام القليلة الماضية 3 أخبار متتالية أثارت اهتمامها. الخبر الأول كان رحيل وحيد القرن سودان، وتقول سودان كان فريدا من نوعه. رحل سودان بعد أن أطلقت عليه رصاصة الرحمة لتريحه من الألم أو تريحه من الألم. انقراض حيوان مثل وحيد القرن ليس بالأمر الهين. قدرة أن أصحاب الجلد والرأس الناسنة ربما يفرضون له مساحات في دائرة الاهتمام. بحثت ونقبت فوجدت أن الأضواء مسلطة على خبرين مهمين. وتذهب الكاتبة إلى أن الخبر الأول هو احتفال وزارة الخارجية السودانية بإطلاق البريد الإلكتروني الخاص بها، وتقول قرناس ساخرة: الشهادة لله مكسب والله، تعاطفت معهم جدا. بالله يتضح أن وزارة الخارجية ما عندهاش بريد إلكتروني للمراسلات الرسمية طوال هذه الأعوام، ما قصرتم عقبال ما تعملوا فيسبوك وتويتر ودامت أفراحكم. أما الخبر الثاني فهو التوقيع على عقد جديد لبناء المطار الجديد، والذي وعدت الشركة المنفذة بتسليمه خلال 30 شهرا. وتقول قرناس: نود التنويه إلى أن المطار الجديد كان قد بدأ العمل به قبل 12 عاما بالتمام والكمال، ولم تتم غير مساكن المقاولين وإنشاء سور حوله. بعد كل هذا الأعوام، هذه الأعوام تخرج علينا إدارة المطار لتقول لنا إن هناك شركة ستسلمهم المطار بعد 30 شهرا. طيب والثلاثينات الماضية ما الذي حدث فيها ومن المسؤول عن هذا التعطيل؟ وتختم ناهد قرناس وهي توضح أن الرابطة بين الخبر الأول والخبرين التاليين هو أن رابطا خفيا أخبرها أن وحيد القرن سودان يحليله كان متابعا أنباء بلاده من على البعد، فتأتيه أخبار على شاكلة الاحتفال بتدشين البريد الإلكتروني، ويبدو أن السودان هو من طلب من حراسه إطلاق رصاصة الرحمة عليه وإنهاء رحلة الألم. أكاد أجزع